نتحدث اليوم عن التاريخ عندما يعرض على الشاشة، عن الدراما عندما تتناول شخصيات وأبطال صنعت تاريخ الأمم وأثرت في شعوبها. المؤلف والسيناريست الكبير محمد السيد عيد. الأعمال التاريخية في مصر عن تاريخنا نسبياً قليلة، لماذا؟ طبعاً كتبت آخر مسلسل تاريخي سنة 2012 اللي هو مسلسل إمام الغزالي. تأثير هذه المسلسلات التاريخية إيه على عموم الناس، على النشء؟ المسلسلات التاريخية هي التي تثير حالة من المناقشة والجدال وتدفع الناس للقراءة. إيه الحد الفاصل بين المؤرخ وبين خيال الكاتب؟ الحدود الفاصلة بسيطة قوي. الناس بتصدق الدراما، فالمسلسل هو الانتشار، هو لغة العصر، هو الانتشار الرهيب، ودي مسؤولية كبيرة. كيف تتناول الدراما التاريخ؟ ما هي حدود الكاتب في التعامل مع الحقائق التاريخية؟ ما هي الخطوط الفاصلة بين أمانة المؤرخ ورؤية الكاتب؟ حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.